اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من مسابقه ملكه المطبخ مع ماجي. واليوم برضو راح نستقبل كمان متسابقتين جداد عندهم شغف بالطبخ، والاثنين راح يتنافسوا مين فيهم راح يربح جائزه الألف دينار مقدمه من ماجي. ايه رايك نتعرف عليهم اكتر؟ 100%. نطلع على التقارير ونتعرف على المسابقات ونعرف ايه هي احلامهم اللي نفسهم يحققوها معانا. دلوقتي وصلنا عند أريج غانم. أريج غانم بنت كده صغننة وكتكوتة ودمها خفيف ولذيذة، حلمها متعلق بمامتها. ايه هو حلمها؟ تعالوا مع بعض نسمعوا منها. اسمي أريج غانم، عمري 26 سنة، دارسة نظم معلومات محاسبية. مين شجعك تشتركي معنا في المسابقة؟ الوالدة. والله لو كسبتي معانا الجايزة، ايه الحلم اللي نفسك تحققيه؟ نفسي انسل والدي وجعها اسفرها. مالها الوالدة؟ عملت عملية ديسك وما نجحت، صابها شبه شلل، عندها شلل مثاني، فانا اللي قايمة فيها وبراعيها، فنفسي انسيها وجعها، نفسي اسافر انا وياها. انا بتمنى لك كل التوفيق ان شاء الله، وبتمنى لك الصحه يا رب وطولة العمر عليك يا وربنا يخليكي كل التوفيق لك. الله يرضى عليك. دلوقتي وصلنا عند سميره شلبيه. سميرة شلبية علاقتها بجدتها علاقة قوية جدا جدا جدا، وتعتبر مثلها الأعلى في الحياة. تعالوا مع بعض نسمع قصة سميرة ونعرف إيه سبب علاقتها القوية بجدتها. سميرة ازيك؟ تمام الحمد لله. شهد هانم، انت كيفك؟ الحمد لله. شهد ازيك؟ كله تمام؟ مبسوطة ان سميرة اشتركت في المسابقة؟ انا اللي قلت لها. انا وتاتا كنا مشتركين بكتير اشياء، كنا نسهر سوا، نطبخ سوا، علمتني اكلات ايام زمان، فكانت تطبخ اكلات بسيطة، اكلات لدادوة زي رمانية، بسارة، لبنية، اي اشي كنت اشارك فيه تاتا كان يكون حلو. تاتا هي اللي نجدت هدول الكنبيات، كانت يكون عندها قطع قمايش صغار، والله هي تشبكهم في بعض وتخيطهم. حلوين جدا. كانت تحب تعمل كل إشي بإيدها، البندرة الناشفة هي تنشفها، كانت تشتري طبخات تفرزهم وتقطعهم، يعني كانت كل إشي هي تعمله. أنا بس بدي تاتا الطيب وما بدي أي حلم تاني. يعني تاتا كانت معي من وأنا صغيرة، وانا ما راح اتركها هلا لما هي كبرت. هي الكنج عندنا. والله يا عندي شهاده يعني. وهي البكريه، بكريه الحفايد ولا ايه؟ هي البكريه، اكبر واحده في الاحفاد. اكبر واحده. ربنا يخليها لكم يا رب. خلينا نتعرف على المتسابقات بقى شخصي. اوكي يلا معانا اريج وسميره. اريج غانم، سميره شلبيه، معاهم شركائهم. اريج معاها بنت خالتها، اهلا وسهلا، اتفضلي اسراء. وسميره معاها مامتها ساميه. يا اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. طيب هلا بدكم تشدوا لي حيلكم، بدي اخذكم معي على السوبر ماركت، في الاغراض لازم تنكدوا وتجهزوها بخلال 3 دقائق ان شاء الله. لابسين بوط رياضه؟ مستعدين. يلا وراي. انا هلا موجود بالسوبر ماركت، معي اسراء وساميه. احكي لكم قواعد على السريع، راح اعطيكم هلا ورقتين، هدول عليهم كل الايتمات اللي تجيبوهم من السوبر ماركت. 3 دقائق، اللي بوصل هون اول باخذ او بربح وسيله مساعده لشريكه. واهم شيء ما تنسوا بودره مرق الدجاج من ماجي. جاهزين؟ حميتوا؟ 3 2 1 يلا بسرعه، اسرع 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 اسرع.
يلا يا سامية، يلا 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 يلا. برافو 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 برافو. أسرع 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 أسرع. فرق بسيط بينكم أنتوا تنتين، أنتي أجيتي أول، فبهاي الحالة أنتي بتأخذي وسيلة مساعدة لشريكتك. هلا بدنا ناخذ الأغراض نعرضهم عنا بالاستوديو ونشوف إيش فيه أو إيش جابوا معنا. هو شكلكم كله حماس. 100% 100%. مبروك سامية، أنتي طبعاً سبقتيها وبهاي الطريقة بتكوني أعطيتي وسيلة مساعدة لشريكتك. هلا بدنا نحط الأكياس عند المتسابقات عشان نستعرضوا أغراض. شوف غادة، أنت طبعاً اللي بتحكي قواعد اللعبة. يلا تفضل. طيب قواعد اللعبة سهلة جداً، لازم تخلصوا الطبق بتاعكو الطبقة بتاعتكو في 30 دقيقة، ولازم طبعاً نستعمل بودرة مرقة الدجاج الفورية من ماجي. تمام؟ نقدر دلوقتي تفتحوا الأكياس بتاعتكو. أريج افتح انت الأكياس الأول بتاعتك وطلعي لي المكونات واحدة واحدة وقولي لي اسم كل مكون. جوزة الطيب، سبانخ، عجينة البف بيستري، زيت، شبت، فطر، ثومة، بصل، بودرة مرقة دجاج، ماجي. يلا قولي لنا انت بقى ايه الأخبار عندك؟ الحمد لله تمام. كله تمام؟ يلا نشوف المكونات مع بعض. بودرة مرقة الدجاج من ماجي. اوكي. في معي حليب، بصل، في معي تومة، في جوزة الطيب، دقائق البف بيستري، شبت، زيت زيتون، فطر، وبيضة. وبيضة. طيب سميرة وأريج، طبعا سميرة هي اللي كسبت معانا، ففي باسكت تحت كل واحدة فيكم، يا ريت نطلعه ونشوف ايه المكونات اللي فيه ونبتدي بالمكونات اللي عند سميرة الأول. سميرة عندك 5 مكونات في الباسكت، تقدري تستعملي 3 على الأقل، يعني استعملي 3 أو 4 أو 5 بس مش أقل من 3. وأريج عندك 3 مكونات لازم تستعمليهم. أوكي؟ المكونات اللي ناقصة من عندكم بتقدروا تشتروها مني. كل مكون ناقص عليكم من السوبر ماركت تقدروا تشتروه بدقيقة، بخسركم دقيقة وبديكم المكون. نبتدي بسميرة نشوف إيه المكونات اللي عندك في الباسكت. في عندي زبدة. أوكي. في عندي أنواع بهارات، في عندي بصل أخضر، بابريكا. بابريكا. أوكي. في عندي فلفل أسمر. وفلفل أسمر. هي فلفل حار بودرة. أوكي تمام. نشوف بقى أنت عندك إيه منهم يا ريش. بصل أخضر وبابريكا وشطة حارة. طيب نزلوا بقى الحاجات تحت وابتدوا اشتغلوا. يلا نزلوا الباسكت تحت، معاكم 30 دقيقة وهيبتدوا من حالا. يلا ابتدوا شغل. حالا تيمور هيبتدي يلعب معاهم اللعبة في الغرفة الزجاجية. قد ايه هيخسروا دقايق؟ خليكم معانا عشان تعرفوا. ايه رايكم نتعرف دلوقتي على المكون السري بتاع حلقتنا النهارده؟ تتوقعوا يكون ايه؟ سمك. تتوقعوا يكون ايه برضو؟ طيب ايه رايكم نشوف مع بعض؟ مش متحمسين ليه؟ تحمسوا. ها سمك سلمون. اوكي دلوقتي اقطعوا منه شريحتين وكل واحد فيكم يورينا هيعملها بأي طريقة. عارفين فوائد السلمون قد إيه مهمة صح؟ كتير غني بالأوميجا 3. برافو عليكي. وإيه تاني تعرفي عنه؟ ومفيد لمرض السرطان، بمنع مرض السرطان، بمنع أمراض كتيرة. هو طبعاً فيه فيتامينات زي فيتامين بي وفي ومضاد للأكسدة وزي ما قلتي أوميجا 3. فمهم إن إحنا نأكله للأطفال كمان. والنهارده طبعا الحلقه بتاعتنا صحيه، يعني عايزين الاكل يكون صحي خفيف لطيف وظريف وطعم،
في نفس الوقت. طيب دلوقتي مين فيكم عايز يشتري مني مكونات؟ انا عايزه ايه؟ هقول لك عندي ايه. شوفي عندنا سبانخ، عندنا بيض، طحين، وعندنا كمان حليب. انا راح اشتري منك السبانخ، سبانخ والطحين مقابل دقيقتين. مقابل دقيقتين، مظبوط. تفضلي. بالنسبة للأغراض اللي اشتريتهم مقابل دقيقتين، حسيتهم ما رح يأثروا على إشي. آدي الطحين وآدي السبانخ، وكده أنت نقصتي دقيقتين. طيب أريج، حابة تشتري حاجة؟ عندنا بيض وعندنا طحين وعندنا حليب. عادي أجي أشوف. تعال. هلا أنا رح اخذ هلا مبدئيا البيضه. اوكي اوكي، هتاخدي دلوقتي البيضه مبدئيا كده دقيقه. اوكي، بس هقول لك على حاجه، انت لو ما خدتيش الباقي دلوقتي مش هينفع نديهولك، لازم تاخدي كل اللي انت عايزاه دلوقتي. الدكانه بتقفل. ما عندي زبده، بدي اعمل بشاميل. انا تقدري تعمليه من غير زبده؟ احنا صحي. ايه بزبده ولا حاجه خالص. المكونات اللي أخذتها اللي هن البيض والحليب، والبيض والحليب والطحين، حسيت إنه ممكن رح يأثروا، بس ضليت مكملة إنه خلص ما بدي أي شيء يروح مني، يعني بدي أبقى بدي أضل مستمرة. يعني دلوقتي أنت خسرتي دقيقتين وأنت خسرتي ثلاث دقايق، تمام؟ أوكي. سامي إسراء، هلا بدي اورجيكم او بدي احكي لكم عن لعبه بدكم تلعبوها. ركزوا كثير منيح عشان اذا بتحكوا جواب غلط رح تخصوا دقائق للمتسابقات. جاهزين؟ طيب بتعرفوا انتم الواح التقطيع بيجوا منها الوان، تمام؟ فانا رح احكي لك ايش اللون وانت تحكي لي ايش يستخدم، تمام؟ يلا. اللون الاصفر يعني للدجاج، صح؟ اللون الازرق خضرة؟ لا غلط. أعطيك كمان فرصة. اللون الأزرق لحمة؟ اللحم الأحمر. بعطيك كمان فرصة. الأزرق مش لحمة ومش خضار. يلا ما بديك تخسر دقيقة. أزرق 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 خضار فواكه. خمسة أربعة ثلاثة اثنين سمك باب. طيب هلا سؤال الثاني. عندك لوحين تقطيع، واحد لوح خشب وواحد لوح بلاستيكي، انو صحي اكثر فيهم؟ بلشي معك. اكيد الخشب. الخشب. ايش جوابك؟ بلاستيكي وخشب. طبعا الخشب. الخشب. طيب بحب اخبركم انتم تنتين خسرتوا دقيقه، لانه صحي اكثر هو البلاستيكي طبعا، لانه الخشب لما قطعي فيه بضل كل شيء موجود جوا البكتيريا او البصاصة موجود. صح صح. بس استعجلتوا لما قالوا لي انه شريكتي خسرتني دقائق، فانا كملت هزيتي براسي انه اوكي وضليت مكمله. يعني دلوقتي كل واحد فيكم خسر دقيقه لان شركائكم الاثنين ما عرفوش يردوا على الاسئله اللي تيمور سالها لهم، فانتوا فوق اللي خسرتوه خسرته زيادة. شريكتي خسرتني دقيقة بس طبعا ما أثرت علي. أريش فاضل معاكي 17 دقيقة وسميرة 18 دقيقة. انت عاملة حسابك الباف بيستري هتقعد قد ايه في الفرن؟ وبعدين انت ما عملتيش حاجه في السمك خالص لسه، ولا انت ولا هي. مش كتير. امسك لك، ماليش دعوه.
بدي أعطيكم كمان سؤال معاي؟ ركزوا معاي، بدناش نخسر دقايق، خدوا وقتكم. طيب راح أبلش معك بالضبط، راح أكون معك 3 ثواني. إيش أحسن طريقة تذوبي فيها شوكولاتة؟ الحمام الساخن. إيش أحسن طريقة تذوبي فيها شوكولاتة؟ هو الحمام الساخن. حمام الساخن. طيب ممتاز. تمام يلا كملي، اصبعك مجروح عشان كده جبت لك مناديل. يا روحي معلش. سميرة وقريج انعجقوا بالمطبخ على الاخر، هيحصل معهم ايه؟ خليكم معانا علشان نعرف. خلينا نعمل لكم فطور بسموه فطور الملوكي او فطور الملكي. جوا المقلاة بيضة، بعدين منجيب بودرة مرق الدجاج من ماجي ومننكه فيها البيض، لأنه هي بتغنينا عن الملح والفلفل الأسود وبعض البهارات. ركزي 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 ركزي، تنعشقيش ركزي تنعشقيش عادي. يمكن أخذ الشابة؟ يلا عادي، ليش ليه زعلانة؟ عادي، مش كلنا انجرحنا بالمطبخ. بدي اياكم تعرفوا شغلة في قيمة مالية 1000 دينار. ركزي اخلطي جهزي. الوقت خريج جميل. قرفان من البيض؟ إيه لا مش هيك، بس انه بس خلص بس 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 خلص. 10 دقائق يلا سريع 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 سريع. عملك عملك بدها يعني مينيموم 20 minutes. طيب اوكي، انتوا عارفين انه يلا 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 سريع 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 سريع. دخليها 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 دخليها. انتوا التنتين متاخرين بالبيستري باف بيستري، بدها تاخذ وقت، بدها 15 20 دقيقه وكل واحده فيكم معها 10 دقائق ان شاء الله. لا وطبخه سريعه سهله صحيه، بدهاش شيء. يلا 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 يا قريج يلا يا قريج. بس بالليل قريج نطفي وفكر كيف بدك قد الصحن. يلا 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 يلا، يعطيك العافية. بدعت اليوم جرحتي، عاد غيرك ممكن يبكي وما يكملش الطبخة. أتذكر في 1000 دينار. يلا شدي حيلك شدي حيلك. يلا 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 يلا، اخترناك عشان تحقق حلمك.
يلا عمهلك 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 هيني معك. يلا دبري معناش وقت معناش وقت معناش وقت. يلا على الفرن 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 على الفرن. يلا سكري سكري. يلا برافو بدعتوا بدعتوا بدعتوا. انا هلا راح افوت جوا ابدل مع الشيف غاده تكتك الامور نطفي الاستيشنات عشان تفكروا كيف تكون قد ما صحي. عايزه ايه قولي لي؟ بدي اولع الغاز. تولع الغاز لسه هتعملي حاجه تانية؟ بسرعه. هتعملي ايه حلو؟ يلا اعملي. هعمل بشاميل بسرعه. هتعملي بشاميل؟ حطيه فين؟ راح استخدم كازينة. اوكي يلا يلا هتعمليه طب حطيتيه على النار؟ اه. يلا عايزه معلقه؟ أريج بتعملي حاجة أنتي؟ أيوه. بتعملي حاجة؟ لا بس دي أفكر بشكل الصحن و رح أقيم البصل. بس دي أحس إيه عملتي إيه؟ رح أقيم البصل لأنه رح ياخد معي وقت وأنا ما في معي وقت. برافو عليك. استخدم زيت زيتون عشان نخلص مرقة الدجاج من ماجي. هلا برافو عليكي. راح احمصهم حطيهم هناك. اوكي احط لك الحليب عشان انت مجروحه. معلش بحطها. اسرع اسرع لانه هيكلكع منك. خلص لسه خلاص ازاي؟ انا والله متعاطف شوي مع بنتك لان يعني من شوي من العجقه انجرحت اصبعين مش اصبع واحد. بس انا صراحه مبسوط منها لانه هي ما وقفت. ظلت شاده على نفس الطريق فبرافو عليها. واريج يعني ان شاء الله تلحق ان شاء الله تطبخ معها الطبخه لانه البافيستري عاده العجينه هاي بتاخذ وقت. هم التنتين دخلوهم شوي متاخر فان شاء الله ان شاء الله. اسرع 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 اسرع. ايه قديش ضل معنا وقت؟ قد ايه فضل وقت؟ انت معاكي 6 دقايق ونص وانت معاكي 7 دقايق. كويس اتأكدتوا من حرارة الفرن انها اعلى حاجة؟ عملتي ايه؟ بخلط البشاميل لسه. حطيتي هنا بودرة ماجي؟ اكيد. وزيت زيتون وطحين وحليب. وطحين وحليب. حطيت فلفل اسمر. حطي على النار لازم تغلي. غليت؟ لسه. دقتي؟ لا. دايما دوقي عشان لسانك ميزانك. لسانك ميزانك. خليني اشتغل على الاحساس. ما هو الاحساس بالذوق؟ لا ما ينفعش خالص الاحساس. الاحساس ممكن يغرقك. لازم تدوقي. تعملي ايه؟ ايه بدي اعمل بشاميل. مش عارفه ليه حاسه زي اللي قفشتك. يعني لا بدي احط بشاميل. انت حطيتي بشاميل؟ حطيتي بشاميل؟ حطيت بشاميل كمان هون. هلا بدي احط في هذا هيك فطر مع بشاميل. بصير؟ انت حره معاكي وقت. اوكي عشان ما بدي اضل واقفه. شايفه عايز ماء الحليب. 5 دقايق لسميره و4 دقايق لاريج. نعم. طيب انتي انا مش عارفه انا يعني البشاميل ده مش بشاميل.
دي كزينة أنا رح أستخدمه. كزينة. كزينة. ما هو حتى لو كزينة لازم قوامه يبقى كويس. أنت شايفة قوام البشاميل ده كويس؟ أنا بصراحة ما حطيت الزبدة، نسيت إنه موجود الزبدة. مش مهم. أحسن. أوريدي عندنا شوية زبدة إحنا في باف بيستري فكفاية. فزودي بقى حليب. كمان حليب؟ معرفش. ما في معي وقت. ما فيش معاكي وقت؟ فاضل معاكي يا قريش 3 دقايق. أوكي. ما تفتحيش عليها خالص غير لما يخلص الوقت. فاضل 2 دقيقة لأريج وسميرة 3. لا لا ازعجينا، المهم تطلع الأكلة ظابطة. أريج قدامك 1 دقيقة وسميرة معاكي 2 دقيقة. على فكرة انتوا حرين، انا عايزة اقولك ان انت خلاص فاضل معاكي اقل من 1 دقيقة، انت فاضل معاكي 2 دقيقة، اقل من 2 دقيقة. انتوا ما بتسمعوش الكلام فهطلع لكم تيمور يوتركم. تيمور وحش، انتي سيبيها اخر حاجه، سيبيها لسه عندك 2 دقيقة بالظبط كده. فيش وقت فيش وقت فيش وقت، بلشوا طلعوا. ليش انتوا هون لساتكم؟ فيش وقت، ما في وقت. ركزيلي ركزيلي، في شيء بالفرن. ركزيلي 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 بالفرن، خلصي منه. بدك بلش تحطي صحون. يلا 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 يلا، دير بالك تنحرقي. عم اهلك عمهلك عمهلك عمهلك، بس خلصي اخلص منها شوي شوي. بس هيك كيف بدك تحمليها هيك؟ خلص عنك 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 عنك، هاتي عشان ما تنحرقيش، لا تنحرق البنت يعني. يلا يلا ديري بالك. لا هيدا حط لك اياها هون مش على الخشب. يلا وين ال بالفرن لسه معاكي 60 ثانية، بدك تطلعي الأكل بالفرن. اسرع اسرع اسرع. لا 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 خليها لغايه اخر وقت يا تيمور. معهاش وقت، ما معها وقت، ما معهاش وقت، لازم تطلع. معكش وقت، راح تتاخري، راح ينخصم عليكي اذا ما انخصم. ديري بالك 1000 دينار لمين راح يكونوا؟ للاشطر للاسرع. ايوه هيك ايوه هيك ايوه هيك، ممتاز، هيك صار وضعك تمام. بدك اساعدك؟ تعال يلا. بس لسه بدها شوية. ما معك وقت، لو معك وقت كان خليناه. لو انكم بلشتوا انتوا التنتين على الوقت، لو بلشت انتوا التنتين على الوقت كان طبخ معكم 100%. يلا 20 ثانية يا أريج، 20 ثانية يا أريج. 15 10 9 8 7 6. برافو 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 برافو، معك 60 ثانية. ما تمسحيش خلاص، اتركيها 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 بعدين تمسحيها. 20 ثانية. 15 10 9 8 7 6 5. خلصتي؟ برافو ممتاز، بدعتوا، يعطيكم العافية. هلا نطلع فاصل ونرجع بنشوف مين اللي حاصل معنا او مين الفائز معنا بقيمه 1000 دينار قدم المجد. مين هيربح جائزه ماجي، اريج ولا سميره؟ خليكم معانا بعد الفاصل عشان نعرف. اهلا وسهلا بيكم. شفنا سميره واريج عملوا الوصفه بتاعتهم ازاي بعد ما اديناهم المكونات بتاعتنا.
دلوقتي هوريكم لو انا المكونات دي عندي انا هعمل الطبخه دي ازاي. هنحط شويه زيت صغيرين جدا، عندنا البصل والثوم، هنحط السبانخ، هنقطع الشبت اللي عندنا، وهنحط كمان المشروم. هنحط دلوقتي بودره مرقه الدجاج من ماجي، طحين، حليب، البابريكا اللي عندنا شويه صغيرين، ناقص بس دلوقتي نحط جوزة الطيب. هناخد دلوقتي السلمون اللي عندنا وهحطه فوقها بالشكل ده، ونحط عليهم بقيه الماجي باودر اللي عندنا. هنكسر البيضة اللي عندنا، هندهن الاطراف بتاعة الطبق بتاعنا بالبيض، هنحطها بالشكل ده. هندهن كل الوش بتاعنا بالبيض، وهناخد ورق الشجر بتاعنا نحطه وكمان هندهنه بالبيض. هدخل الكلام ده كله على الفرن على درجة حرارة 200، وهيقعد بالظبط 20 دقيقة. الأكل جاهز 100%، أو جاهز على الأقل، مش استوى بس على الأقل متأكد 80% جاهز قدامنا 85%. فخلينا نجرب دلوقتي، هندوقه في الأطباق وتقولوا لي إيه رأيكم أنا والشيف تيمور في الأكل اللي هتاكلوه. تمام، هنبتدي بالطبق الأول اللي هو رقم واحد، اللي هو أنتوا مش عارفين هو إيه. تفضلي. ايوه، هو انتوا كلكم بقكم صغير كده ولا بيجي هنا بيصغر ولا ايه؟ طيب، وحضرتك يلا لازم اعرف الطبق مين. لا مش لازم تعرف، لازم تحكي لي ايش رايك بالطبخه. لا كثير زاكيه. عجبتك؟ اه عجبتك كثير زاكيه. طيب كتير زاكي برضو عجبتكو؟ يعني انتوا الاثنين موافقين ان الطبق ده ما فيهوش اي حاجه مش عاجباكو؟ لا كله تمام. اوكي طيب، نيجي ناخد كمان طبق اللي هو الطبق الثاني. دي بتاعتك ودي بتاعتك. لا خليني ايه، ما تبقاش ظالمه. يلا تفضلي. سخنة؟ أسفة. تفضلي. إيه الأخبار؟ بالنسبة إلي الأول أطيب. الأول أطيب. يعني هاد زاكي بس هداك أزكى. وحضرتك إيه رأيك؟ الطبق الأول. الطبق الأول أزكى. خلينا نشيل على عيونكم ال. إن شاء الله ما خربت الدنيا. خربتي. لا. طيب. خربت الدنيا. طيب. طيب. بحب أخبرك إنك أنت صوتي لمنافسة، فهذا بدل لأنه طبختها أريج بكون طبختها أزكى. لا مش أريج، إيش؟ سميرة. سميرة أرى أنت حبيت طبخة سميرة مع أنك مع أريج. سميرة ناقص، إحنا نحب طبخة سميرة.
بس احنا بدنا ندوق ما بنعرف. جوز انا ما بحبش طبخه دريج، جوز بحبش طبخه شوف كيف. هلا بدي اياكم تفضلوا عند صدقات عشان انا والشيف غاده كمان برضه نجرب الاكل. طبق سميرة اتفاجئت بيه، لان انا كنت متوقع انه هيطلع ني وهيطلع مش مظبوط، فالغريب ان هو استوى من جوه. العجينة اتحمرت، يمكن كانت عايزة كمان دقيقتين زيادة، بس النكهة بصراحة عجبتني جدا. وبعدين حبيت ان انت عملتي شكل، يعني قطعتي العجينة وعملتيها زي المراوح، وانا يعني انت كمان ما استعملتيش زيوت كتير، فاحنا في الطبقين الصراحه ما فيش زيوت كتير، فاحنا ماشيين صح ولا زبده. وكمان انا مقدره انك انت اتعورتي، يعني عملتي كل ده وانت متعوره، فانا بصراحه حبيت طبق سميره. انت انا بدي اسالك سؤال، انت ايش ضفتي زياده عندك؟ لا احنا لسه ما خلصناش، احنا لسه في طبق سميره. لسه في طبق سميره، لسه ما جيناش. انا ضفت الثاني عشانك عم بسال. وانا دقت الاثنين بس هنمشي. يعني برجع بحكي، انا كمان برضه بحترم انك انت بخلال 30 دقيقه وبرضه تنقص عليكي بخلال المسابقه وتعورتي طبعا، يعني جرحتي حالك مرتين باصبعين وضليتك واقفه ومكمله، هذا بدل قديش انت شجاعه. والطريقه انك انت فتحتي فيها هذا برضه بيساعد انه يزيد الطبخ جوا، يعني المواد اللي جوا العجينه برضه بيساعد انها تنطبخ اسرع. يعني يعطيك العافية، وطعم متناسق. بالنسبة لصحن ريج، ريج بدي أعرف إيش في إشي زيادة ضيفيته، يعني في عنده طعم شبت. شبت زيادة. زي كتير زيادة. كتير. يعني بتعرفي مع إنه أنا ك يعني من ناحية خلينا نحكي أو بحكي من ناحية كرياتيف، طريقة حلوة مرتبة أو إبداعية، من طريقة إبداعية أنا كتير حبيت كيف أنتي رسمتي الصحن. حلو؟ بس دائما لازم تربطي انت بين الطعم والشكل، يعني في ناس مثلا ممكن يشوفوا الشكل حلو بس ياكلوا ما يلاقوا الطعم الصح، فدائما الطعم هو اللي بنجح اكثر من الشكل. يعني انا بالعكس برافو عليك، وشفت انا كيف قطعت البصل وحطيتيها وزينتيها، كثير مبسوط منك انا مش شوي. بس الشيف غاده انا بتذكر انك حكيتي شيء لازم واحد يضل يدوق الاكل. اذا هيك انت كثير بتحبي الشبت، بتموتي عليه يعني، برافو. بس انا بالنسبه لي كان كثير طاغي، كتير 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 كان طاغي. بالنسبة لتقييم اللجنة أكيد هم شفات وأعرف منها، بس أنا بالنسبة إلي راضي عن طبقي. شيف غادة، طيب أنا طبقك كنت متوقع أنه هو حيطلع حلو جداً لذيذ، وهو فعلاً لذيذ، بس الشبت فيه كتير طاغي. بس أنت غير كده عملتي كل حاجة صح، يعني عرفتي توضبي وقتك وعرفتي تنظميه وعرفتي ايه اللي بيتحط قبل ايه. انا كتير كنت معجبه بخطواتك في المطبخ، بس الشبت زياده يعني، والحاجه لما بتزيد عن حدها ما بتبقاش يعني خلاص بتطغي على الباقي. فانت ايه رايك؟ انا رايحه هنا. يعني حتى لو حكيت شو ما حكيت، يعني في ثلاث اصوات لسميره. فسميره الف مبروك، ربحتي معانا 1000 دينار مقدمه من ماجي. We'll be right back.
ما تنسوا تعملوا شير ولايك وسبسكرايب علشان توصلكوا كل الحلقات الجديدة من ملكة المطبخ مع ماجي.